مسلسلات رمضان. زمان كنا كلنا بنستنى رمضان عشان نتفرج على المسلسلات بتاعته، وكان يدوب في كام مسلسل وكنا كلنا بنقعد نتفرج على نفس المسلسل. اما اليومين دول فالمسلسلات بقت كتير قوي والواحد مش عارف يختار، لدرجه ان الاصحاب بيعملوا واتساب جروبس وفيسبوك جروبس عشان يختاروا منها، ومسجز رايحه ومسجز جايه وجداول تطلع وجداول تنزل، حاجه يعني تلخبط خالص. في ناس بتريح دماغها وتختار المسلسل بتاع الممثل اللي شكله امور، وفي ناس تانيه بتقعد تذاكر وتحط في الجداول عشان تختار منه المسلسل اللي هي عايزاه. انا شخصيا لما بسمع ان في ممثل حلو، قصدي مسلسل حلو، بمسك فيه بايديا، وممثل حلو برضه بمسك فيه بايديا واسناني، ولو في ممثل شاطر برضه بختار المسلسل بتاعه. بصراحه انا مش عارفه هم ليه بيسنقوا نفسهم في شهر رمضان يعملوا فيه كل المسلسلات، ما بقيت السنه موجوده ممكن برضه نتفرج فيها على المسلسلات. لو تعرف مسلسل حلو او ممثل حلو ابقى قول لنا عليه. رمضان كريم.